احنا معانا دلوقتي وبينضم الينا الخبير المصرفي الاستاذ محمد عبد العال. اهلا بيك يا فندم، منورنا في الخبر. اهلا اهلا استاذ حسام، اهلا ازي حضرتك. اهلا بحضرتك. يعني شايف ازاي؟ اولا يعني طبعا قرارات البنك المركزي هتوقف عندها اولا، وشايف ازاي تاثيرها على السوق السوداء وعلى الاسواق عامه في الفتره القادمه، وايه اللي تتوقعه من المؤتمر الصحفي للبنك المركزي اليوم؟ نبدا بالاول بتاثيره على الاسواق. خلينا بايجاز شديد، انا عايز انوه بس ان مجموعه القرارات اللي طلعت النهارده ليست بقرارات عاديه، وانما منظومه متكامله داخله في صميم الاقتصاد، مؤثره على الاقتصاد الكلي بكل مؤشراته. فمنظومه بتتفرع الى اتجاهين، الاولى في السياسه النقديه في شق اداره سعر الفائده، ثم الشق الثاني في السياسه النقديه في اداره سعر الصرف. هؤلاء الجناحين، هاتين الجناحين بينضم اليهم مع نهايه النهار اعلان اتفاق صندوق النقد الدولي ورفع القرض من 3 مليار الى 8 مليار دولار. الثلاثه دول مع بعض سحبهم مجموعه من الاجراءات المكمله للمنظومه. فخليني بايجاز شديد نشوف رفع سعر الفائده في شكل مفاجئ وبنسبة كبيرة جدا. ده أعلى رفع سعر الفايدة يعني تمام يمكن في تاريخ مصر كلها. بالضبط. إذا أضفنا إليها 2% كمان اللي كانت في الاجتماع السابق، يبقى 800 نقطة أساس. طبعا تأثير هذا القرار من ناحية إن هو هيقلص أو هيقلل من حجم الائتمان الممنوع، بمعنى إن هو هيقلل من رتم النمو الاقتصادي في الشق الشركات الكبرى اللي بتقترض باسعار فايده بقى هتصل الى يعني فوق ال 27%. طيب لكن البنك المركزي اعلن ان استراتيجيته واستهدافه الكبير بيستهدف مواجهه التضخم. سواء البنك المركزي او سواء صندوق النقد الدولي، لما هنتكلم بعد شويه على حسب الوقت المتاح، الهدف الاستراتيجي والأسمى في المرحلة القادمة على كل الأهداف الأخرى هو التضخم وانخفاض معدلاته الشهرية وتعجيل وصول التضخم إلى مسار نزولي إلى مستهدفاته نهاية 24.7% زائد 2%، وإن كان يعني هناك يعني تخوف من أنه مش هيقدر يحقق في هذا العام هذا المستهدف، ولكن يقترب منه. ده بالنسبه ما هو في الجزئيه دي برضو، وحضرتك توضح لنا. هو الناس بيقول طب ما في ناس كانت كتير جايبه سلع على سعر البنك اللي هو 30، فبالتالي هيحسبها دلوقتي على السعر ال 45، بس في ناس جايبه السلع برضو على 70 و60. الله ينور عليك. فازاي هتمشي؟ هنتكلم عنها حسام في موضوع سعر. طب خليني اكمل سعر الفائده. طالما اتكلمنا على نقطة ضعف في رفع سعر الفائدة، لكن زي ما قلنا ان الميزة ان البنك المركزي مستهدف التضخم، ولازم هيتبع في الفترة القادمة سياسة شديدة التقييد، وربما يكون هناك في فرص ومجالات لرفع سعر الفائدة اكتر. ولكن هنا سعر الفائدة له ميزة كمان، ميزة مباشرة في ان الاستثمار الاجنبي غير المباشر للمستثمرين اللي بيجوا يستثمروا في اوراق الدين العام المصريه بالتنازل عن دولار واخذ الجنيه المصري وشراء دون خزانه، هنا اسعار الفائده هتكون محفزه لهم. كمان استقرار سعر الصرف في الشق الثاني بيساعد على تدفق الاستثمار الاجنبي غير المباشر وعودته ان شاء الله يرجع لنا ال 30 مليار اللي كان احنا فقدناهم عقب الحرب الروسيه الاوكرانيه. ده من خلال الاستثمار في ادوات الدين وسندات الخزانه وغيره. ايوه نيجي للشق الثاني اللي هو اداره سعر الصرف. طبعا اعلان تحرير الجنيه المصري وتركه عائما لظروف العرض والطلب، يعني مع سعر الفائده بيضمنوا حمايه التنميه المستدامه والحفاظ على استقرار الاسعار على المدى المتوسط وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. هيسعى لاعاده بناء الاحتياطات الدوليه، هيضمن تدفق النقد الاجنبي من مصادره التي كانت هاجرت زي بالزبط.
تحولات المصريين. فاللي بيحول لك بقى من بره يحول لك على البنك، ما يحولكش في السوق السوداء. بالضبط، حتتدفق هذه المليارات الى شاريين الجهاز المصرفي. يعني السماح للصرف بالتحرك وفقا لآلات السوق ده افضل نموذج لوضع سعر صرف متوازن بيحقق مصالح كل المتعاملين في سوق النقد وسوق المال، بيحرك الاستثمار الأجنبي المباشر، برنامج الطروحات، تحويلات المصريين، السياحة، كل هذه الأمور بتتحسن وتتدفق وتكتمل دائرة تدفق النقد الأجنبي بدون انقطاع وبدون تراكم المتطلبات النقد الأجنبي بدون تلبية. طالما ان في تدفق يبقى انت هتلبي، يبقى ما فيش بوتل نكس، يبقى ما فيش اسود. طيب طب في حته التضخم دي معلش برضو يعني قرارات مهمه، انا فاهم في تفاؤل كبير في الوسط الاقتصادي، لكن في النهايه انا كمواطن يهمني وانا رايح السوبر ماركت بجيب دي بكام وبجيب دي بكام ودي بجيب دي بكام، فبرضو حضرتك ما وضحتليش قوي في الجزئيه دي. لسه انا لسه جاي لحضرتك داخله في الاجراءات. انا عايز اكمل، احنا قلنا الجناحين سعر الصرف وسعر الفايده وبعدين صندوق النقد الدولي. أيوة. والاتفاقيه اللي هي تم الاعلان عنها واللي هتدينا يعني برضو سيوله دولاريه ان شاء الله طبعا ندعم بيها الجنيه في مواجهه الدولار. هو الحقيقه الامر مش عايز اخش في تفاصيل فنيه عشان ما نغلبش الناس، لا ادينا فكره برضو بنفهم مع حضرتك. طيب. هو الصندوق في تفاهماته لقى ان مصر محتاجة الرفع حصتها بحقوق السحب الخاصة من 2.35% مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى 3 مليار دولار، من يعني المعادل ل 3 مليار دولار إلى 6.11 مليار دولار، 6.11% مليار وحدة سحب خاصة تعادل 8 مليار دولار. إذن القرض اللي هو كان ب 3 مليار دولار وتم التقييد عليه من سنتين ارتفع الى 8 مليار دولار. طيب البرنامج اللي تم الاتفاق عليه والاعلان عليه النهارده ده بشكله يعني على مستوى الخبراء ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي له اربع اهداف. معايا استاذ حسام؟ معاك اتفضل سريعا بس. اولا الحفاظ على القدره على تحمل الديون، مصر تستطيع تتحمل الديون الخارجيه بتاعتها. ايوه. اعاده استقرار الاسعار، اعاده نظام صرف مرن، دفع الاصلاحات الهيكليه. الاصلاحات الهيكليه مين دي؟ بابراز دور القطاع الخاص. الاتجاهات السته اللي في البرنامج اللي المفروض ان احنا نركز عليها عشان الناس تعرفها، في ست يعني تفريعات في هذا البرنامج. اولا التحرك نحو نظام سعر الصرف المرن، وده اللي تم اعلانه النهارده، لان ده هيضمن زياده موارد النقد الاجنبي. مفهوم. وهينشط سوق ما بين البنوك وهيمتص الصدمات وهيخلي ما فيش تراكم زي ما قلنا على الطلب على النقد الاجنبي. مفهوم. النقطه الثانيه في اهداف البرنامج الجميل ده تشديد السياسه النقديه، واحنا شفناها الهايك اللي تم في 600 نقطه اساس، ضبط الأوضاع المالية بالحفاظ على قدرة تحمل الديون، وده يعني أنا بقى وزارة المالية تلعب دور جانب. كمان عندنا يعني إبطاء المحور الرابع، وده مهم جدا عشان الناس دايما بترددها، إبطاء الإنفاق على البنية التحتية بدون دخول في التفاصيل. هو النهارده الدكتور مصطفى مدبولي قال هيبقى في سقف للاستثمار الحكومي حد اقصى، وده الهدف منه اتاحه الفرصه للقطاع الخاص انه يكون المساهم الرئيسي والاساسي في المرحله القادمه. تمام يا استاذ حسام. وهو ايوه كل ده حضرتك ما جيتليش برضه للاسعار، يعني احنا فرشنا فرشه طويله جدا، خش لي بقى في موضوع تضخم الاسعار. طيب ما انت دلوقتي العنصر الاخير في اتفاق البرنامج، في عندك 180 مليار جنيه مصري لازم تنفق على الانفاق الاجتماعي لحمايه الفئات الضعيفه، دي نقطه مهمه جدا. نيجي بقى لمجموعه القرارات المكمله. الرئيس اصدر النهارده توجيهات رئاسيه لرئيس الوزراء ان لازم من بكره يتابع بشكل فوري الافراج عن البضائع المتراكمه في الجمعيه. دكتور مصطفى مدبولي رايح بكره المينا بنفسه يفرج. الله ينور عليك، يبقى ده يزود عرض السلع،
اول ما تزود عرض السلع الاسعار بتقل. لما تسحب السيوله اللي في السوق برضه بال 30% دي. انا جاي لك اهو، ما انت بتتبع اهو. ماشي. طبعا الاسعار لما تنخفض، مستلزمات الانتاج لما تفرج عنها، المصانع الصغيره ومتناهيه الصغر تبدا تشتغل، دخل العماله يزيد، وبالتالي ده كله بينعكس على الوضع الاجتماعي للمواطن بالنسبه، فتنخفض اسعار السلع فينخفض التضخم الشهري بالتدريج. بالتدريج. يعني انا اتوقع في الثلاث شهور القادمين يبقى في سعر عرضي معامل للهبوط المتدرج مقتربا من مستهدفات البنك المركزي. الخبر الثاني اللي كان ماشي مع المحددات بالنسبه لمعدلات التضخم، ان البنك الاهلي هو مجموعه البنوك المملوكه للدوله عملوا شهادات جديده 30% السنة الأولى، 25-20%. طيب دي بتسحب السيولة من إيد الناس، كمية وسائل دفع M1 و M2، فبتقلل الضغوط على جانب الطلب، فبرضك الأسعار بتنزل، وفي نفس الوقت بتعوضهم في القطاع العائلي عن الارتفاع الحالي لمعدلات التضخم لما ياخدوا 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، إلى 20% في السنة الثالثة. فهنا برضك تأثير غير مباشر على خفض الأسعار. مفهوم. هتاخد دورتها يعني. تاخد دورتها. الخبر اللي في مجموعه الاجراءات وهو مهم، لكن بشكل عام حضرتك متفائل من القرارات اليوم، تراها بدايه تعديل المسار، تظبيط الاسواق. في حاجتين حاجه التفاؤل كمان، اكمل جملتي بعد اذن حضرتك. اتفضل سريعا من فضلك عشان اطلع فاصل. رفع الحدود الائتمانيه للقروض للبطاقات، ده بحسن الصوره الذهنيه عن مصر والجهاز المصرفي وقدرته طبعا على ان في ناس بيبقى عندها سمول بيزنسز كده بتشتغل بحاجات بسيطه، فتقدر برضه تتحرك يعني. الموضوع ده كله هيخلي وكالات التصنيف الائتماني قريبا جدا تغير النظره المستقبليه بالظبط للاقتصاد المصري من سلبيه الى مستقره. وما بعدها وفيتش كانت اوريدي قالت كده كمان تفاؤلا بصفقه راس الحكمه، كانوا بيقولوا انه طبعا تدفق دولاري كبير، وكانوا مستنيين صندوق النقد، فده معناه مزيد بالتدفقات الدولاريه نقدر ندعم زي ما قالت جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي، ان كنا محتاجين دعم للجنيه اثناء التعويم ده او وضع آلية العادلة يعني للتسعير، فده طبعا يعني بيدينا مؤشر ان احنا ماشيين في الاتجاه المنضبط او المظبوط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي، شكرا جزيلا.